انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناة على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. اول ما الكنيسه وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. حلقتنا النهاردة هتكون عن أحد الكهنة اللي عاشوا في قلب الكنيسة المصرية وكرس حياته لنشر تعاليم النصرانية من خلال الكتب والمحاضرات، وبالرغم من كل ده بدأت مشاعر الشك تتسلل إلى قلبه لما بدأ يتعمق في دراسة العقيدة. تربى في أسرة مسيحية متماسكة وكان بيحضر القداس بانتظام إلى أن أصبح شماسا في مرحلة طفولته، ومع مرور الوقت لاحظ تناقضات في ممارسات الكنيسة، ومع تطور شكوكه بدأ يشعر بالارتياح عند سماع القرآن الكريم. في الفيديو ده هنشوف قصته اللي هيحكيها بنفسه، وهنعرف إزاي انتقل من حياة كاهن في الكنيسة المصرية إلى داعية إسلامي، وما الذي دفعه إلى اتخاذ هذا القرار الصعب؟ بعد ذلك، بعد أن تخرجت من الإعدادية، التحقق في كلية الروس الوطنية،
الداخلية في أسيوط، وهي أحد 14 كنيسة في جمهورية مصر العربية، كلها كنيسات مسيحية. هنا كان شيخ غريب يدور في داخلي، وبالذات عندما بدأت دراستي بكتب الثورات والإنجيل والمجامع التي عقدت بالمسيحية بعد أن بعد سيدنا عيسى عليه السلام، فوجدت أن الإسلام والمسيحية واليهودية طريق واحد لا اختلاف. كيف وجدت هذا؟ أول شيء ما جاء في التوراة عن الأنبياء والإسرائيل التي نسبوها الأنبياء والأقاويل والأكاذيب التي نسبوها الأنبياء وأظلمات العرب التي أدبوها على الأنبياء، وجدت نفسي كذلك وقضان الحقيقة يجب أن أعرف حقيقة الكتاب المقدس، هل هو من عند الله أم هو مؤلف؟ أي إنسان يريد أن يستخدم خادما أو موظفا في مكتبه يضع شروط معينة لهذا الموظف أو المخادم الذي يعمل هذا المدني، ما هي شروط أي إنسان؟ ساعات يعلم في الجرائد الرسمية عن شروط الخادم أو الموظف، ويطلب بالشروط أن يكون صادقا وأمينا ومخلصا. إذا كان الإنسان يستطيع أن يميز بين الصادق والمخلص والأمين في أعمال دنيوية ووظائف دنيوية، كم وكم اختيار الله سبحانه وتعالى لأنبياء، كم وكم اختيار الله سبحانه وتعالى لرسله، هل يختار الله سبحانه وتعالى نبيا كاذبا؟ هل يختار الله سبحانه وتعالى نبيا زانيا؟ هل يختار الله سبحانه وتعالى نبيا منافقا؟ إذا كان هذا فإن الرسول عنوانه مثلي وحامل الخطاب رسالة من أرسل مع الخطاب، فإن الله باختياره للأنبياء اختار لهم الخلق العظيم، اختار لهم العظمة، اختار لهم الرسالة الحية، لأنهم يسمعون بالكبراء عن الله سبحانه وتعالى الخطاب، فيحملون البشارة، فيأمرون الناس بالمعروف، وينهون عن الفحشاء والمنكر، فإذا كان هذا النبي يأمر الناس ولا يأمر نفسه فكيف تدعو؟ وهناك بعض الأشياء التي دست على الكتاب المقدس، إن بعض الأنبياء فعلوا بعض الغلطات، منهم من زنى في ابنتيه وخلف منها ابنين وبنات، وهذا ما وصفوه إلى نبي الله لوط عليه السلام، ومنهم من كذب وهذا ما وصفوه لأهل الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ومنهم من وصفوه إنه صارع الله، وقاعد يصارع الله ويجري هو الله في الصحراء، وقاعد يدير كل صلاة ربنا سبحانه وتعالى اللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام، ومنهم من زنى في جارته وقتل زوجها وتزوج بها وخلف منها نبي وهو سيدنا سليمان، وهذا الإنسان الذي فعل هذه الوزيرة هو سيدنا داوود عليه السلام. والطامة الكبرى ممكن بعض منكم سمع المناظرة التي حدثت بين الشيخ أحمد ديدات وبين القس غاز، كان ذكر الشيخ أحمد ديدات أن هناك في الكتاب المقدس حوالي 14 حالة زنا، ولكن الحقيقة يوجد داخل الكتاب المقدس أكثر من 34 حالة زنا محرمة. أنا كإنسان بعقلي المحدود الذي وهبه لي الله سبحانه وتعالى، فعقلي المحدود لا يعني ما فوق إدراك العقل، وكإنسان أعيش حياة الدين، وكإنسان سأحمل فوق كتفي رسالة الله لأعلمها للناس ليعرف طريق الله ويعبد الله، فإذا حكموني قاضيا في قضية الزنا فحكمت بما شرع الله في الناموس والإنجيل، فماذا يقول رد فعل؟ وحضر من يوم الأيام كنت حاضر رصيد دعارة بين رجل وامرأة، وأنه في الصعيد في مصر اللي يعني حاجرين لازم يدخل يعني كذب يموت يعني يموت، هذا بيبقى القبائل الصعيدية فحكموني
فاجي بقول ليه انت عملت الفعل الكبيرة دي؟ ليه انت دليل؟ لما انت بتسأل انا روح اسأل سعيد بن عبد انا ليه؟ روح اسأل بس ما فيش قلق اسأل النبي ده انا ليه؟ مهما كان انا بشر ولم يقل لي جوابا حتى اجاوب هذا الانسان لم يقل نية اي كلام حتى تكلم مع هذا الانسان وانا كانسان كامل وكأسيف ما قدرتش اجاوب الانسان لان واقع الحقيقة داخل الكتاب المقدس يوجد قضية الدنيا لما بدأت النصرانية بعد المسيح عليه السلام بعد أن بعد إلى ربه وحسب ما جاء الكتاب المقدس المحرر لأن المسيح حسب ما جاء الكتاب المقدس المحرر لم ينصر وهذا مؤسس لجماسة ومرقس ولغة عامة إن المسيح لم ينصر وذلك لما جاء في الجيل متى 26 قال وفيما هو خارج وحامل صليبه ذكر انسانا طيرا وهميا الاكل من حقيه اسمه سمعان ليحمل صليبه الالام للرسول مسلم به العذاب للنبي مسلم به مفيش نبي خلل الالام والعذاب للصحابه ولكن حسب ما جاء في الكتاب المقدس ان المسيح عندما خرج من بيت الوالد وحمل الصليب سخر انسانا ليحمل الصليب عوضا عنه فحمله فمين اللي اشترط؟ من لا تقول هل المسيح أنت معاه أيضا يوحنا ليه قالوا فيما هو خارج وحمل الصليب إزرعوا إنسان أكيد من حقله طيرة وآلية تكون معاه فسخروه ليحمل الصليب فحمل بعد كده جه فطلبوه وطلبوا الصليب معه واحد على اليمين والآخر فبالعقل البشري المحدود اذا كان المسيح طرد حسب ما يعتقدون وحسب ما يفترون وحسب ما هي عقيدتهم المحض ان المسيح طرد من طرد مع المسيح؟ هل طرد معه؟ اثنين من الحواريين؟ هل طرد مع المسيح؟ جماعه من المرافقين المسيح؟ هل طرد معه الصليب؟ واحد عن اليمين والاخر عن الشمال الطبيعة البشرية اللي بيمشي مع واحد مشهور في جهود واللي بيجارب السفهاء يصير في منه فإذا كان المسيح حسب ما يعتقدون انطرد فطرد مع من؟ مع الإطار يعني إذا المسيح اللص الثالث ما يقولوش إنسان لو سمعة طيبة وطردوه معاه لكن تجاروا معه الإطار طيب هنا جاء بالتوراة أن من علق على خشبة الملعون حسب ما جاء على سيدنا داود عليه السلام قال ملعون من علق على خشبة لأن كانت الخشبة في العهد القديم تحل محل المجنة في العهد الجديد أيام هذه فكان في العهد القديم اللي كان يحكم عليه بالإعدام كان يوصف وما كانش يتاكل فيه مسامير كان بيقطعوا رقص الخشب ويعلقوه كان نوع من العذاب إلى تطهير روحه من إيه؟ من جسد لكن نرى أن المسيح ما فعل فيه خارج عن نطاق المفهومية النهائية إذا كان المسيح فقدر فإذا هو ملعون فكيف أعمل ملعونة؟ كيف أتبع ملعونة؟ كيف أتبع لتعليم ملعونة؟ فإذا كان المسيح هو الله إذا كان المسيح هو الله كما يقولون فمن كان في السماء تحت مظلة الله؟ من كان مطير الأرض تحت مظلة الله؟ من كان مدبر امر الكون تحت ظلم الله ان كان المسيح ابن الله اين عاصمه الابوه؟ راح فين؟ ده احنا لو واحد منا اسمه فرع عين في الشارع ويعرف مدربه بيروح ويمسك ابوه ويتكلم معاه ويعمل معاه ويمشي توصل لضرب نار ويمشي بعد ايه؟ لا لا وسبب خناقه الاطفال اذا كنا احنا بنعرف نعامل اولادنا بهذا فإذا كان المسيح ابن الله كما يدعون لماذا الله ترك ابنه فريد اليهود؟ إذا كان المسيح ابن الله أين ذهب العاصمة الأبوة؟ هل الله احتار ما بين عقله وضميره ما بين إرادته وسمائه حتى ترك الأرض من خلق آدم إلى أن جاء المسيح؟ كم رسوله كم نبي جاء؟ كم رسوله كم نبي جاء من آدم للمسيح؟ أنظر الأرض متوطن مرة؟ انظر بالنور الكبير مرة اخرج ابو الله من عبد المدر على يد زيد المظهرة والله احتار ما نديش اي واحد بالرسل فيه الكفاءة ان يخلص الجنس البشري
من خطيئة آدم الموروث إلا المسيح؟ مفيش واحد فيهم كان حقيقة لهذا؟ من غفر الذنوب غيره؟ ومن واحد الحياة غيره؟ فإن العقل البشري لا يفكر في كل كلمة أخرى وكل كلمة تسمع. هنا فيجب علينا أن نفكر في هذا الحقيقة وأن نعي كل ما يقرأ علينا وما تسمع آذاننا. هنا عشان أعرف الحقيقة وعشان أحس الحقيقة يبقى لازم أفكر مصداقا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وأنا أفكر في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هنا كنت دايما اجادل كل الدكاتره فاخرجوني من طاقه المعرفه المسيحيه وقال علي انا ملحد كافر بالمسيح. فنصحوني في عده مناطق اني مرتبط رئيس مجلس التبشير بجمهوريه مصر العربيه وجنوب السودان وجنوب افريقيا وشرق اسيا العراق. وهنا كنت خرجت الى جنوب السودان في حمله تبشيريه فقمت بتنصير 35 شخص. فرجعنا للمقر بتاعنا في مدرمان وهناك مدرمان اعطينا كل واحد 35,000 جنيه. فطلعنا ركبنا البكرة عشان نوصل اسوان وصلنا تقريبا بقطار الى القاهره. واحنا في البكرة فحدثت فيه اربع حوادث واللي كان يستفيد مين عشان ناخذ فيه الاسباب. فالحادثه الاولى هي حادث هذا الشخص الذي كنت تنصيره فأعطى لي درسا أن الإسلام ولي الله. وأنا راجعين فقلت أفتح الجوالات بتاع بكرة أشوف الجماعة اللي في مصر دول بيعملوا إيه. فوجدت أحدهم يصلي صلاة المسلمين. فدخلت مصر وأخذت 35,000 جنيه. إزاي كانت يسده بعد ما خلص رحت بعت له واحد جاره قال لي انت بتصلي صلاه المسلمين؟ قال لي اسمع قلت له نعم. قال لي انت اللي بعت لي فلوس 35,000 مصري لكن انا جسدي لي لكن قلبي لله. انا بعت لك جسدي لكن ما بعتلكش قلبي. جسدي ملكك اللي عايز يعمل فيه زي ما انت عايز. غرقني ترميني في البحر ترميني لكن قلبي موحد ويعيش موحد. فكنت امام هذا الانسان وكاني بصمت صغير في هذا الصدق الجديد في ايماني بربه في عقيدتي برسوله. وصلنا الغرق خلاص في السندوة خلاص لو عدوه اي الصدق جاي ما كان مسلم. فوصلت القاهره فكان وصل للبابا ان انا بصلي صلاه المسلمين. قال له كنت صغير ولا غير احد بعتني علشان ياخدني يعتبر. فركبت القطار من يوم الساعه 3:10 ونزلت قطع وسط الجنه القاهره. وصلت ورد على كشف عدل البابا يبعت لي عند موصل عربيه تاخدني. قال له اتفضل ابعت لي بعربيه ولا تاخدني؟ لان انا رايح اتحاكم. فانا وصلت على الباص في شاب يوزع كتب كتاب تعليم الصلاه وجزء عامه. انا بعرف
نصر أمر على رأسه أسمى على جسمي وقلبي أسمر وحياتي سودة وعيشتي سودة. وضع الناس أنا مجريش مع قميص. ولما قميص إيه الناس كلها أعطى الناس كلها وأنا الوحيد. وهي غنهم فكان بديع السنة أشتا ما بعرف ولا شيء مش عارف إيش اللي كان بالضبط. هل الناس اللي وقفت كل احق بالكتاب ولا لا؟ علشان جربيت السودة وعمة السودة وطليب الاسود اللي على قبري انت بتنسيه كتير يا ابني. ده لا انت هنسيه مرة جديد. فراح مدينة السياسة عليه بالطبع بس عامة. ولما عطلوني رفع حضرت الجيب رفع خمسة دي وبسأل. قالوا كلهم كلهم. مين كل جميع خمسة دي؟ مش انت هو ايه؟ خمسة دي. قلت له لا. قال لي ما شفت حاجه؟ قلت له لا. قال لي يا رب يستر عليا.
يقول لك انا عايز اطلع ابني لان دكتور اي وظيفه تيجي في الجرايد او اي واحد على الوظيفه يقول لك انا حاجه بتتكلم الانجليزيه والفرنسيه كتابه ده. فانا لسه كنت بتعلم اللغات الاجنبيه، انا خليت فيها. اول ما يخش الصوره ده داخل المدرسه بيشوف المسيح مطلوب، فاول ما يخش بيمشي بالطريق بالصوره. بص انت انا وصلت. فطبعا التعليم في الصغر كان ناقص على حدا. فطبعا هو اصبح من صغره وتصور امامه هذا الشرح المحطوط فين؟ بدا يتعلم رسم ايه؟ الصليب. يروح البيت يكمل على كلمه عبد المولى الله يرضى عليك كده برانك ديوتا من كده من الصوره دي. الاب كله لازم يتعلم لغه ايجابيه عشان يقول لغه ايجابيه في الوقت اللي بيقول لغه الاب وعيش مرفوضه لوحدها. امين. تحت الصلاه. تعليم الصغار. وجه المدارس الاجنبيه. وجه المدارس. يلا السلام. حتى يعرف الامر. ويفكر فيه جيدا ان يلحقوا ابنائه للمدارس الاسلاميه. لأن المدارس الإسلامية وبالمدرسين المسلمون من هم أسفاء لتعليم أبنائنا اللغات الإسلامية. عن جزء من أهداف التنصير التخريج بين المسلمين وهو إقامة المدارس الأجنبية لتعليم أبناء المسلمين العقائد والطقوس النصرانية، وهو نوع من التبشير وهدفه بناء المجتمع المسيحي داخل المجتمع المسلم، فيدس روح الحقد والضغينه بين الاطفال ويعلمونهم بعض الاشياء المدسوسه في تعاليم النصرانيه حتى يكونوا راسخين في تعليمهم وبعيدين عن معرفتهم الحقيقيه لدينهم الحبيب. اجتمعت اللجان التفكيرية وتكاثرت فملأت بقاع الأرض من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. اللجان التفكيرية تجب الولاد جبال في القرى والنجوع وبالأخص النجوع المتطرفة عن المدن والتي تفتقر إلى بعض الخدمات الإنسانية. فهذه اللجان تستغل فرص بعض النجوع والتجمعات السكانية القليلة
المحتاجة إلى الخدمات الآتية. فأنشأت لجان التبشير اللجنة العليا للمنح الناجية، وهذه اللجنة تضم أعداد كثيرة من الأطباء والممرضين والعاملين لكي يقوموا بتوصيل الخدمات العلاجية للقرى. فتخرج الطائرات محملة بجميع أنواع العلاج وجميع أنواع الطبابة لكي يقدموا لكل مسلم من المسلمين خدماتهم حتى يستطيعوا أن يقدموا بعد ذلك لهم النصرانية كاملة. تخرج القافلة في سيارة أو طائرة، فهذه السيارة أو الطائرة بداخلها غرفة عمليات مجهزة كاملة، وأيضا يوجد داخل هذه السيارة حوالي من 10 أسرة للحالات القصوى. هنا في البداية تقديم علاج، وفي النهاية تنصير. أيضا توجد بعض القرى المحرومة من المياه النقية. بعض الدول لا تساعد القرى لتوصيل المياه النقية، فنرى أن بعض الدول الأجنبية تقوم بدورها بتقديم المنح لتوصيل المياه النقية والصرف الصحي لهذه القرى. فلو سألت هذه القرية هل يوجد ذا نصارى؟ يمكن فيها قرية نصارى والأكثر هي مسلمين. فإذا سألت المسلمين من وصل لكم المياه النقية والمصارف الصحية، فيقول لك إن اليابان أو أمريكا أو هي اللي وصلت لنا هذه المياه. بعد ذلك يقوم الأسيس أو المبشر بزيارة هذه القرية ليعرض عليهم التنصير. وهناك استغلال آخر من نوع آخر، وهو استغلال المجاعات. هذه المجاعات رأت الكنيسة وعلى رأسها مجلس الكنائس العالمي أن تقدم خدماتها المجانية للمأكل ومشرب ولباس. فالجميع يذهبون إلى هذه الأماكن الموضوعة بالمجاعات في جنوب السودان وجنوب أفريقيا، فيذهبون محملين بطائراتهم القبض والكساء والماء، ويحملون الأطفال اللبن والكساء أيضا. فيذهبون إلى تلك البلاد ويضعون الأكل والملبس، ويضعون معه علامة الصليب، ويضعون الهلال ويكتبون تحته باللغات الأجنبية والعربية خطر الموت. فالصليب أكل حياة والهلال موت. فيقولون ماذا قدم الإسلام لكم؟ ماذا أعطاكم الإسلام؟ خلوا الإسلام ينفعكم، خلوا الإسلام يديكم. طيب هذا الصليب وهذه الأكل وهذا الشرب وهذه لبن الأطفال وهذه كساء وهذه غطاء وهذه خيام، وأيضا هذه السيارة فيها العلاج وفيها الطبيب وفيها العمليات الجراحية وفيها كل حاجة. فإذا ما رأيكم، هل تعيشون مع الموت أم تعيشون مع الحياة؟ فالاحتياج هؤلاء الرجال والنساء للأكل واللبس والكساء والغطاء، فيقدمون جماعات الجماعات على التنصير، فيقوم رئيس مجلس التبشير بتنصيرهم جميعا. وإني أرى لا تستطيع أي لجنة من اللجان التبشيرية أن تذهب إلى مكان من الأماكن التي فيها الوعي بالإسلام الصحيح. لا يمكن، لا يمكن لأي لجنة من التبشيرية تدخل قرية فيها مساجد وفيها أئمة وفيها علماء صحيحين. ولكن هذه اللجان تستخدم ضعفاء النفوس والمحتاجين والفقراء والمعوزين، فهؤلاء الذين يحتاجون يقدمون خدماتهم بسبيل يحصلون لهم على التنصير. هنا نرى أن الطريقة المتبعة وهي دس السم في العسل أو إخفاء الحقيقة وإعلان الظلم. فأي واحد من الذين يعتنقون الإسلام، يعتنقون النصرانية، بعد أن يعتنق النصرانية فتاة يندم. صحيح تقدم اللجان التبشيرية الأموال الطائلة والأموال الكثيرة، ولكن بعد ذلك تجدهم يندمون، لأنهم تركوا عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأصبحوا يعبدون آلهة متفرقة
آلهة مجلدة ذات طقوس متعددة ذات أنواع وعاصير وعواصف داخل الكنيسة. فهؤلاء الناس يندمون على ما فعلوا في تنصيرهم. فإنني أرى أن هناك وجد صعب اللجان التفكيرية أنه يوجد بعض القرى لا يوجد فيها بعض الخدمات الإنسانية. فقامت الطائفة الجهة الفلسطينية على رأسها بابا روما وقامت الغائبات ما هو متعلق. يمكن شفنا في مصر أن بعض الغائبات كانت بتشتغل في المستشفيات كممرضات وهذا أيضا نوع من التشهير. فتقوم الراهبات للذهاب إلى قرية من القرى الإسلامية وتتقابل مع عمدة هذه القرية أو شيخ البلد أو المسؤول عن هذه البلد. فيسأل العمدة يوصل لدوار العمدة إحنا جايين نقدم خدمات هذه البلد. إيه خدماتكم يا جماعة راهبات؟ خدماتنا إن إحنا جايين نمس العيون ونقدم خدماتنا العلاجية مقابل أجر زهيد جدا جدا جدا. انت لو تروح الدكتور بتدفع كام؟ يقول انا 5 جنيه او 50 ريال او لا احنا بنجدد العلاج مقابل 10 قروش. يقوم العمده مطلع منادي في البلد يدور ان في جماعه هيعالجوا الناس كل نبض ب 10 قروش. طبعا هنا الناس عايزه ال 10 قروش والعمده عايزه تحبب على جبل الناس والراهبات عايزين يوصلوا المصراميه عند جبل العمده. فاصبح سلم لسلم لسلم لسلم. الرايبات وصل العمدة والعمدة دور الميلادي والميلادي جمع الناس وتبدأ الرايبات تقدم خدماتها لهؤلاء المواطنين. وإذا سألت طب ما في يا جماعة يا مسلمون يا مسلمين هناك بعض الجمعيات الإسلامية أنشأت بعض المستوصفات الطبية ذات الأجور الزهيدة يقول لك طب أنا أروح المستوصف بس بعد مدة 2 جنيه كاش بيكتب الدكتور روشته بدفع لي 5-6 جنيهات ألاش أنا بروح للرهبة بتمثل عيني وأديها 10 تاف بتكشف على إذني وأديها 10 تاخد الجيل العلاج اروح اضرب ابره عند الرهبه ببلاش الرهبه تعليم ببلاش المسلمين ما عملوهاش عملوها مين؟ المسيحيين. ثم بعد كده يروح لهم يقوم ده رايك ان احنا عايزين نعمل مشهد عايزين النبي الكبير نعمل مشهد ليكوا ونعلم النسوان شغل الابره والخياطه وتدريب المنزل. العمده يدور الناس ويجهز المكان ويقوم الراهبات في تعليم النساء شوي شوي لو بس في روح المصري شوي شوي تلاقي واحده واثنين ثلاثه مصروا 4 5 6 مصروا. وساعات النساء يحبن رجال فيقول هم الداء لرجالهم فيعتنقون المصرانية. من وراء هذا انشأت اكبر جمعيه وهي جمعيه خلاص النفوس. هذه الجمعيه التي انشئت في مصر وفي بعض الدول العربيه وفي الشام هذه الجمعيات ايه هدف جمعيه؟ اول حاجه الهدف الاول هو تنصير النفوس رغم ان في النفوس بتقديم المال مهما تكلف ذلك من اموال. الشيء الثاني بث البرامج التلفزيونيه والاذاعيه لبث الحفظ ضد الاسلام وتعريفهم بالمسيحيه. واحنا نجيب نقص بعض الاذاعات اذاعه مونتي كارلو وإذاعة السودان وإذاعة لبنان وإذاعة أمريكا وإذاعة الإنجيل كل هذه إذاعات يبث منها ما هو ضد الإسلام وتعريف المسلمين بالمسيحيين. النوع أيضا من إيه؟ من التفكير. هناك نوع آخر وهو النوع الذي أريد أن أتكلم عنه وهو إقامة رابطة الرائدات الريفيات. الشيء الغريب والأهم الذي أريد أن أتكلم عنه هو إنشاء رابطة الرائدات الريفيات. ما عمل هذه الرائدات الريفيات؟ تخرج هذه القوافل من المحافظات إلى المراكز وتخرج قافلات من المراكز إلى القرى وتخرج قافلات من القرى إلى النجوع. لا يستخدم في الرائدات الريفيات أي رجل كان ولكن جميعهم من النساء ويمكن البعض منهم من المتزوجات. ايه الهدف من هذه الرائدات الريفيات؟ يخرجن وهم يحملن معهن شرائط برشام منع الحمل او وسائل منع الحمل وبالاخص لتجب
البلاد الإسلامية وتدخل إلى القرويات الريفيات الذين لا يعلمن عن الناس أو تحديد الناس. تدخل إلى الست العادة قدام بتخض قربتها أو بتحلب جاموستها أو بتخبز وشايل أبنها. طب ليه تعبانة كده يا ست وإنت بتعمل كده؟ ليه أنت مخلفة كام؟ والله أنا مخلفة ستة. ستة؟ ستة فوش العدو. برضه تخلف ستة بس تريح شوية وشوية شوية. لا واحدة ما تخلف لها اثنين أو تخلف لها ثلاثة أو تخلف لها اثنين وتريح. ممكن يعني تمشي الحال. طبعا الست عايزة ستة. أولا الست لا تمنع نفسها عن وجودها. ولا تمنع نفسها عن إيه؟ عن الحمل. هي عايزة ترجع. فنعرف الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنبتعد عنه.
الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع راية الإسلام ويعز المسلمين. وإني أوجه من عبر كلماتي هذه إلى كل مسلم ومسلمة أن يمسكوا على دينهم ويتمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، أوصيكم وأوصي نفسي بأننا لا نتوجه لأي إنسان ما، ولكن توجهنا لله سبحانه وتعالى. لأن لماذا نلجأ للبشر؟ نشكي لهم ظروفنا والحال، عار علينا نشكي للناس، نجعل الله وحده للحجاب. نسأل الله أن يعطينا الذرية الصالحة وينبتها نباتا حسنا فتنمو نموا إسلاميا فتتبع بهم راية الإسلام ويعتز بهم المسلمون. وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل إنسان يعمل في الدعوة حتى يكون صادقا مع الله ومع نفسه، يصدق الله أولا ويصدق مع نفسه ثانيا حتى تكون كلمته مؤثرة بالناس ولا تكون كنحاس يطن أو صنج يرن.